بتراجعك مليانة بالدموع. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعملوا مقدمة. احنا في اصحاح 31 من سفر التثنية النهاردة، والمرة اللي جاية اخر مرتين في سفر التثنية. هنحاول ان شاء الله قبل العيد، قبل اسبوع الالام، نخلص سفر التثنية، علشان بعد كده بعد القيامة كل سنة وانتم طيبين نبتدي حاجة جديدة. عشان كده هناخد ايقاع سريع النهاردة والمرة اللي جاية، لانه لو خدناها بالتفصيل ممكن هنضطر نكمل بعد العيد، وانا نفسي بعد العيد ناخد حاجة جديدة. يعني وان كنت انا شخصيا مستمتع بسفر التثنية وفرحان به، وافتكر يعني ان انتم كمان اتمنى تكونوا فرحانين. لو تفتكروا احنا في اصحاح 31 من سفر التثنية، وقلنا في اصحاح 31 ربنا قال لموسى انه هيحصل أبوستاسي أو تمرد، هيحصل تمرد بعد كده في المستقبل يا موسى، وأنا عاوزك تواجه التمرد ده. والتمرد ده عشان نواجهه معنا ثلاث حاجات. أول حاجة نختار صف تاني اللي هو يشوع، تاني حاجة نكتب لهم كلمات التوراة ويحطوها فوق تابوت العهد ما بين الشاروبيم، ما بين أجنحة الشاروبيم. والحاجة التالتة يا موسى قل لهم نشيد اسمه نشيد التحذير. احنا خدنا الحتتين الاولانيين كتابة التوراة، واخدنا تسليم القيادة ليشوع او الصف التاني. النهاردة معادنا مع الحاجة التالتة اللي تمنع التمرد وتمنع الارتداد او الابوستاسي اللي هي بالانجليزي اللي معناها الردة. موسى هيبتدي يتكلم نشيد اسمه نشيد التحذير في اواخر ايام حياته موسى، عمره 120 سنة، وبيتكلم في الاخر. عشان بس اقول لكم انه موضوع انه حد يتكلم قبل ما يموت، عندنا اتنين عملوها في العهد القديم واتنين عملوها في العهد الجديد. موسى في هذا الاصحاح اللي هو نص اصحاح 31 وتكملة اصحاح 32، موسى هيكلمنا عن نشيد التحذير وفي اواخر ايام حياته. كمان عندنا واحد تاني يشوع اللي هو تلميذه، هيتكلم برضو في اواخر ايام حياته في سفر يشوع اصحاح 23 و24، كلهم يعتبروا نشيد تحذير ونشيد وداع. دولت في العهد القديم. في العهد الجديد عندنا اتنين تانيين، ربنا يسوع المسيح في اواخر انجيل يوحنا، ففي العهد القديم قلنا عندنا اتنين موسى ويشوع، في العهد الجديد عندنا اتنين ربنا يسوع المسيح في اناجيل بنقول عليها اناجيل الباراكليت اللي بنقراها يوم الحد بالليل حد الزعف، اللي هي اصحاح 14 و15 و16 و17 من انجيل يوحنا، دول يعتبروا خطبة وداعية. اما الشخص التاني اللي في العهد الجديد اللي برضو قال لنا خطبة وداعية، فكان بولس الرسول في اعمال 20 اللي بيسموها الخطاب الى كهنة كنيسة افسس اللي انتم بتقراها في الاعمال، ومن ميليتس ارسل واستدعى قصوص الكنيسة وعمل لهم الخطبة الوداعية اللي في اخر الكلام بيقول فكانوا متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قال انهم لن يروا وجهه بعد ذلك. فيبقى عندنا اربعة عملوا نفس الحكاية. النشيد اللي بيقوله موسى ده نقرأ كده مع بعض تكملة اصحاح 31 من الاية 19. موسى بيقول فالان اكتبوا لانفسكم هذا النشيد، وعلم
بني إسرائيل وعلم بني إسرائيل إياه، يعني لازم يتعلموه، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا، ده ربنا بيكلم موسى، فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم، ربنا بيقول لموسى علم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم الفائدة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله، إني عرفت فكره الذي يفكر به قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني إسرائيل إياه، كأنه ربنا بيقول له قل لهم النشيد ده، اكتبه لهم، علمه لهم. إيه الفرق بين اكتبه لهم وعلمه لهم؟ اكتبه لهم يعني اكتبه فرقة فيبقى محفوظ للأجيال، علمه لهم يعني اقعد بقى زي الكتاب كده قولوا ورايا قولوا ورايا. وفعلا موسى قعد يعلمهم النشيد كأنه بيقريهم ويكرروا وراه لحد ما حفظوه عن ظهر قلب، لأن ربنا بيقول له لما حيسيبوني ويزوغوا هقول لهم ها حافظين ولا مش حافظين؟ هيقولوا لي حافظين، اقول لهم امال ازاي ما عملتوش بيه؟ وكانه ما خلي بالك السيد المسيح نفسه قال كده، قال انه في اليوم الاخير ها لست انا ادينه، يوجد من يدينه، الكلام الذي اكلمكم به هو يدينكم. ايه ده يا رب، هو ممكن الكلام يديننا؟ طبعا طبعا. اقول لك حاجه، يعني ممكن بتخيل كده، ما اعرفش صح ولا غلط، وممكن اتخيل معانا بالذات عشان يعني وقعتي تقيله شويه، فممكن ربنا يقول لي تعالى يا عم انت عاوز نحاسبك، انا بقى مش هحاسبك من الانجيل، مش هحاسبك من قوانين الكنيسه، انا هحاسبك من التسجيلات اللي انت سجلتها، تعالى بقى شوف انت قلت ايه في الوعظات بتاعتك وانت نفسك عملت ايه في الوعظات بتاعتك. أظن ده يبقى شيء صعب. ليه؟ نفس الكلام، وممكن يقول لك تعالى صديقي حضرتك كنت بتحبني؟ تقول له يا رب أصلي، يقول لك لا مش أصلي، تعالى هسمعك نفسك ها وانت بتقول لولادك تحب الرب لك، أو انت بتقول لأصدقائك، أو انت بتقول في درس مدارس أحد، أو انت كم آية احنا حافظينها، وكم آية بتعلمنا الصح من الغلط تتردد في أفواهنا كنشيد، يا ترى بنعمل بيها ولا لا؟ هو ده السؤال. عشان كده سيكون هذا النشيد يجاوب امامه شاهدا، يعني النشيد ده هيبقى شاهد على بني اسرائيل. شيء غريب انه الجماد يصبح شاهد على الايه، على الانسان. شيء غريب انه النشيد يصبح شاهد على البشر، لانه البشر حافظين ومش بيعملوا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله. وأنا عارف إيه اللي هيعمله، ده ربنا بيقول بيقول لموسى. طبعا بعد كده بيقول أوصي يشوع ابن نون وقال تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل ببني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم عنها وأنا أكون معك. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة، رجعنا تاني للتوراة، خلي بالك في فرق بين النشيد والتوراة. التوراة هي وصايا ربنا لموسى، أما النشيد اللي هيتقال دلوقتي. في كتاب إلى تمامها أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم. وقلت لك إنه الكتاب بتاع التوراة بيحطوه فين؟ فوق التابوت ما بين الأجنحة بتاعة الكروبيم. عشان كده دايما لما يكلموا ربنا يقولوا الجالس بين أجنحة الإيه؟ الشاروبيم والكاروبيم، لان هم الملكين اللي فوق التابوت هو اللي بيتحط في الوسط الكتاب، ولانه طبعا كلمة ربنا لا يعلى عليها حاجة، يعني قصة المن وعصا هارون ولوحي الشريعة محطوطين، لكن كلمة ربنا بقى ككل بما فيها العشر وصايا موجودة من فوق. خذوا كتاب التوراة وضعوه بجانب تابوت عهد الرب ليكن هناك شاهد عليكم،
لاني انا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هوذا، ده موسى بيقول، هوذا وانا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكان بالحري بعد موتي. على رأي المثل ده في حياة موسى عبدوا العجل، ده في حياة موسى عملوا التمرد بتاع قادش برنيع لما قالوا نرجع لمصر ومش هنخش ارض الموعد، ده في حياة موسى راحوا زانوا مع المؤابيات، كل ده حصل في حياة موسى، فما بالكم بعد موته. اجمعوا الي كل شيوخ اصباطكم وعرفاءكم، كلمة عرفاءكم الأوفيسر أو اللي هم الموظفين المسؤولين عن تعداد الشعب ومسؤولين عن التموين ومسؤولين عن فض المنازعات، الأوفيسرز يعني، وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات اللي هي كلمات الايه؟ النشيد، وأشهد عليهم السماء والأرض. خلي بالك الكلمة دي اتكررت حوالي 3 مرات. إذن هذا النشيد شهادة أمام السماء والأرض. امبارح كنا بنعمد وكل مره بنعمد، وطبعا في اخر في حته في المعموديه كده الاب والام لازم ابونا يسالهم امنت على هذا الطفل، فيرد يقول امنت، بس قبل ما بساله بقول له خلي بالك انت دلوقتي هتدي بليدج، هتدي عهد قدام مين؟ قدام ربنا، قدام الاكليروس، قدام الكونجريجيشن، قدام الكنيسه. فخلي بالك، اشهد عليكم السماء والارض، حاجه خطيرة يعني، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، وتصيبكم ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. طبعا أنا عاوز أقولك أن ربنا نفسه استخدم مصطلح صعب قوي في نفس الإصحاح آية 16، وقال الرب لموسى ها أنت تركض مع أبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر. طبعا قلت لكم يفجر دي كلمة من الكلمات الصعبة قوي حتى في اللغة العامية عندنا، الفجر أو الإنسان الفاجر هو اللي بيغلط بعين مفتوحة، هو اللي بيغلط وهو مش مكسوف، هو اللي بيغلط ويزداد في غلطه ويؤكد غلطه. زائد ان كلمة الفجر ليها علاقة شوية قوي بحتة الزنا، لان احنا عارفين يطلق هذا اللفظ زي ما يقولوا انسان فاجر، على طول دماغنا بتحدف على حاجة جنسية. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية النشيد ده. فنطق موسى في مسامع كل جماعة اسرائيل بكلمات هذا النشيد الى تمامه. اول مرة اشوف كلمة الى تمامه، يعني الكلام اللي مكتوب ده كله مين اللي قاله؟ موسى كله، محدش زود ومحدش نقص. ونطق في مسامع الشعب، ومش بس نطق، ده نطق وكتب وحفظ وعلم علشان يبقى هذا النشيد شاهد. طيب قبل ما نخش بقى في هذا النشيد، احب بس عشان ايه موضوع الوقت دلوقتي بقى يهمني، عشان كمان اخواتنا في الفضائيات ما يزعلوش لما بنطول ساعات. شوف النشيد ده اولا مهم لانه من اواخر الحاجات، بعد كده مش فاضل لموسى غير البركة اللي حيقولها لاسباط بني اسرائيل الاثناشر، وبعد كده يموت. يعني فاضل 3 حاجات دلوقتي، النشيد، البركة، موت موسى. فاحنا النهاردة هناخد النشيد ان شاء الله المرة الجاية، البركة وموت موسى. هذا النشيد هتلاقي فيه تاريخ ونبوة، يعني بيكلم على اللي فات وبيكلم على اللي جاي. هتلاقي فيه عند وطاعة، ايه اللي يحصل لما الناس تعند وايه اللي يحصل لما الناس تطيع. هتلاقي فيه عنف وحنية، عنف ربنا لما يأدب وحنيته لانه بيحب شعبه. هتلاقي فيه صوت محكمة وتأثير المطر، محكمة ومطر، مش عارف ازاي دول جم مع بعض، بس هو 4 حاجات حلوين قوي في النشيد دول لما قريتهم، تاريخي ونبوي في نفس الوقت، عنف وحنية في نفس الوقت، عند وطاعة في نفس الوقت، محكمة ومطر في نفس الوقت. تعالوا مع بعض نشوف حتة بقى ايه المحكمة والمطر، لانه في مقدمة للنشيد. انصتي أيتها السماوات فأتكلم،
ولتسمع الأرض أقوال فمي. يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، قد طل على الكلاء وكالوابل على العشب. إني باسم الرب أنادي، اعطوا عظمة لإله. دي مقدمة النشيد. خد لبالك لما يقول انصتي أيتها السموات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال فمي، تحس ان احنا قاعدين فين؟ في محكمة. انت عارف عشان يحصل محكمة في اي حتة في الدنيا الناس بتقعد تستنى القاضي، مش القاضي يجي الاول، بعدين يخش القاضي فيصرخ الحاج بيقول محكمة، فكلنا لازم نعمل ايه؟ لازم نقف. وفي المحكمة بيحصل رهبة شديدة جدا. طبعا يعني دخلت هنا المحكمة في امريكا مرتين، دخلتش يعني كريمنال الحمد لله. مرة أولانية دخلت جوري عشان عاوزين يخلوني أبقى مع الجوري، والمرة التانية رحت مع حد مش بيعرف يتكلم إنجليزي علشان أترجم. ولا أخفيكم قولا إن في المرتين جالي نوع من الرهبة والخوف. في مشهد كده بيجي في المسرحيات المصري، فداخل برضو شاهد وبعدين يقول له اعدام يا بيه، اعدام يا بيه، يعني خايف من القاضي، القاضي بيعمل له كده فبيقول له ايه هتعدمني، وهو داخل شاهد. فوكيل النيابه بيقول له حبيبي انت جاي شاهد مش جاي علشان مش هنعدمك ما تخافش. فعلا منخش محكمه نحس برهبه. يعني بقول لكم انا داخل جو، يعني المفروض داخل هبقى مساعد للقاضي، بس برضو حسيت بايه؟ برهبه وانا بتكلم مع القاضي لانه قاضي، عارف يعني ايه قاضي. فهنا موسى بيقول احنا دلوقتي في محكمة ربنا. انصتي ايتها السموات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فمي، محكمة. لكن في نفس الوقت هيبتدي يتكلم على ايه؟ ان عمل ربنا زي المطر، يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي كالطل. عارفين الطل ايه هو؟ الطل هو نقط مطر تقينا. ساعات كده ما تمطرش بس تلاقي ايه في دروبس كده نازل، دروبس، هو ده اسمه الطل. وكالوابل على العشب، الوابل بقى اللي هو الشاورز، الوابل اللي هو الرزاز. فهنا ادانا اربع صور للمطره، المطره والندى والطل والوابل، علشان يقول كلام ربنا يا جماعه زيه زي المطر. طبعا انا بقول لكم زي المطر ليه؟ لان احنا جايين من مصر واحنا عارفين كويس جدا لما الدنيا بتمطر كنا نقعد نهزر ونصرخ في الشارع نقول يا مطر رخي رخي. ليه؟ لانه بنبقى فرحانين قوي لما الدنيا بتمطر، لان احنا في مصر كمان والانجيل قال كده، احنا في مصر واخدين على ايه؟ على النيل والري بالاقدام. عشان كده ربنا قال لشعب بني اسرائيل هاخدكم من ارض مصر اللي بيسقوا برجليهم، لان الفلاح في مصر بيسقي برجليه، بيقعد يحفر برجليه للطينه فالنهر يمشي في الارض. لكن في البلاد اللي انتوا رايحينها اللي هي ارض الموعد مش هيكون الري الزراعه بالري، هتكون الزراعه بالايه؟ ربنا اللي بي طبعا انا بحس بالكلام ده ليه؟ لو فيكم عنده شويه زرع في الباك يارد لو ما فيش مطره مضطر ان هو يطلع وايه ويرش بالخرطوم، انما لما ينزل مطر يقول كده ربنا هو اللي ايه اللي سقى الزرع. المطرة تقدر تخلي الأرض الصحراء تبقى أرض إيه؟ كل ما أشوف الدنيا بترخ هنا بالليام أقول يا رب يعني مش عارف شوية تزيح شوية كده شوية مطرة ناحية الصحراء اللي في مصر دي. ده الواحد بيمشي في مصر يلاقي صحراء ما لهاش حل، حتى الشجرة اللي طالعة يا حرام يعني تعبانة ودبلانة لأنها بتقاوم عشان تجيب مية من الأرض. يا رب لو شوية مطرة يغيروا الوش. كلام ربنا من تشبيهاته في الكتاب المقدس، كلمة ربنا تخش على صحراء قلبك تجعلها جنة خضراء. مطر ربنا ده يغير قلبك، يا مقلوب كانت زي الصحراء ولما نزلت عليها كلمة ربنا بقت زي الفردوس، زي الفردوس. أقول إيه؟ أقول ويعني واحد اعرفه شخصيا كان عمره ما يجي ناحيه كلام ربنا، وبعدين كان دايما اول ما ابتدى يقوح معايا، كل ما يكلمني يقعد يقوح معايا يقول لي انت فاكر انه الانجيل مليان تناقضات يا صديقي، واقعد معايا ونتكلم. لحد ما قلت له ما تجرب مره تقرا كلمه ربنا وانت تحتها مش وانت فوقيها، شوفها تعمل ايه في قلبك. وفعلا النهارده هذا الشخص بعد ما كان عنده
أكتر من 225 شريط لعبد الوهاب. أنا يعني كان يقول لي كده عددهم لعبد الوهاب بس، لعبد الوهاب بس 225 شريط، بعد ما كان بطل في السباحة وفي البلياردو والسنوكر، النهاردة كاهن عظيم ومفتون بالكتاب المقدس وسبب بركة في كنيسة صعبة جدا بيجاهد فيها، وربنا بيستخدمه أحسن استخدام. ليه؟ كلمة ربنا نزلت على القلب الصحراوي خليته فردوس. عشان كده هنلاقي أنه هنا موسى بيستخدم كلمة ربنا كالمطر. بس خلي بالكم بقى كمان، هتلاقي في النشيد ده موسى يشير إلى ربنا على أنه الصخرة، وما بيدوش غير هذا التايتل الصخرة. هتلاقي كلمة الصخرة اتكررت في النشيد 5 مرات، لو تحب تبقى بعد كده انت تعمل عليهم دواير واحنا بنقرأ دلوقتي، هتلاقي دايما. وحتى ده مش بس على ربنا، على الإله. فلما يكون في آلهة وثنية هيسمي صخرتهم وصخرتنا، كأن إلهنا وإيه وإلههم. واخدين بالكم ليه يا ترى موسى استخدم كلمة الصخرة؟ أول ما نستخدم كلمة الصخرة، يعقوب أبو الآباء قال على ربنا أنه صخرة في النشيد بتاعه. ما هو برضه يعقوب كان له نشيد في تكوين 49. بسرعة كده ارجع لورا، تكوين 49 آية 24، هتلاقي أنه في نشيد كبير قوي بيقوله يعقوب وهو بيبارك أصباط بني إسرائيل الاثناشر، أصباط أولاده الاثناشر. ففي آية 24 بيقول، ولكن بيكلم على يوسف، ولكن ثبت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يد عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل. يبقى أطلق على ربنا إن هو إيه؟ صخرة إسرائيل. مش بس يعقوب، لكن كمان ربنا يسوع المسيح نفسه في متى 21 آية 42 اتكلم على الحجرة الذي دي انتوا عارفينها، الحجرة الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للإيه؟ للزاوية. وبطرس الرسول برضو في رسالة بطرس الثانية، رسالة بطرس الأولى إصحاح 2، اتكلم برضو على الحجرة الذي رزله الإيه؟ البناؤون. وبولس في رومية 9 قال حجر صدمة، ها سأضع في إسرائيل حجر صدمة، حجر عثرة، حجر صدمة، حجر عثرة. ودي بولس وبطرس جابينها منين؟ جابينها من أشعية، لأن أشعية 8 قال كده. تعالوا نفتح مع بعض أشعية 8 اللي خدها بطرس وبولس بعد كده، أشعية 8:14. إخواتنا اللي في البيوت يشتغلوا معانا، مش يقعدوا يتفرجوا علينا، واللي معوش إنجيل يجيب، واللي ما عندوش يبعت لي وانا ابعت له، انما ما حدش يقعد ساكت. اشعياء 8 بيقول ايه؟ 8:13، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة ايه؟ عثرة. حجر صدمة وصخرة عثرة. عشان كده في متى قال الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. فكل من سقط على هذا الحجر يحصل له ايه؟ يتردد. وكل من سقط هو عليه، يعني للحجر يسحقه، بالانجليزي grind it into powder. يعني ايه grind it into powder؟ يعني يخليه ايه؟ يخليه بودرة، بودرة يعني يفشفشه لحد ما يبقى بودرة. طبعا ما تنسوش ان دانيال ولما راح يفسر الحلم في دانيال 2، لما راح يفسر الحلم بتاع نبوخذ نصر، كان نبوخذ نصر شاف التمثال، كلكم عارفينها دي، التمثال ابو 6 في 66. ومين اللي كسر التمثال؟ حجر قطع بغير يد انسان، حجر قطع بغير يد ايه؟ انسان. عشان كده شيء عادي انه من اسامي ربنا انه الصخرة، ومن أسامي المسيح بالذات. عشان كده بولس الرسول قال جميعهم تابعوا الصخرة والصخرة كانت المسيح. أدي هنا بقى إيه؟ ما عندناش اجتهاد مع النص. إذن كلمة صخرة معناها ربنا يسوع المسيح، ومعناها الله بالعموم. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نقرأ من أول آية 3. طبعا هو خلص قال إني باسم الرب أنادي، اعطوا عظمة لإلهنا، هيبتدي النشيد. فبالأول بيقول اعطوا عظمة لإلهنا،
آية 4، هو الصخر الكامل، هو الصخر. الآية دي لازم تتقري كده، هو الصخر الكامل صنيعه، عشان ما تقولش هو الصخر الكامل، لا، هو الصخر وحط فاصلة الكامل صنيعه. لما تقرأها بالإنجليزي he is the rock وبعدين في فاصلة his work is perfect، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. شوفوا بقى نشيد موسى ده، هنقسمه لأربع أقسام عشان نقدر نفهمه. هنبتدي النشيد اللي فات ده كان مقدم، نشيد موسى بيتكلم على أربع أقسام. أول قسم من هو الله، اللي هو من آية 4 بحالها. تاني قسم من أول آية 5 لحد آية 14، وبيكلمنا عن القسم ده حنان الله تجاه شعب، أو قصة ربنا مع الشعب، قصة ربنا وحنيته مع شعب. بعدين من الآية 15 للآية 25 الله المخلص في تأديب شعبه، إخلاصه في his sincerity in chastising his people، ده من الآية 15 للآية 25. من الآية 26 لحد الآخر انتقام الله من الأعداء. يبقى هم دول الأربع أقسام بتوع نشيد موسى التحذير. أول قسم من الآية 4، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. أنا بس عاوز أقول لكم حاجة قبل ما نتكلم برضو في الحاجات اللي كنا لازم أقولها في الأول خالص. موسى هو اللي كاتب خمس أصفار الكتاب المقدس الأولانيين، اللي هم التوراة اللي بنقول عليهم التوراة، هو تكوين وخروج ولويين وعدد وتثنية، لدرجة أنه الخمس أصفار دول مقبولين من كل الناس. يعني إيه مقبولين من كل الناس؟ يعني ما فيش يهودي إلا ما يؤمن إيه بيهم، وليهم قدسية عند اليهود زي ما احنا كده بندي قدسية اكتر للاناجيل الاربعة، مش كده ولا ايه؟ يعني لما حضراتكم بتقروا بنقرا حاجة من المنجلية ممكن نقرا البوليس وانتوا قاعدين، انما اول ما هنقرا انجيل بنقول ايه؟ قفوا بخوف من الله لنسمع الانجيل المقدس. نفس الكلام عند اخواتنا اليهود، لما يقروا من اصفار موسى دول بيعملوا ايه؟ يقفوا وياخدوها بقدسية عجيب. ما تنسوش كمان ان في ناس اسمهم السامريين، السامريين اللي هم منهم المرأة السامرية وكل السامريين اللي بنقراهم في الكتاب، السامريين دول لا يؤمنوا بكل الكتاب المقدس إلا بأصفار موسى الخمس. دول بيعبدوا على جبل جرزيم اللي هو جبل البركة، فاكرين جبل برزيم وجبل بلعال، فبيقفوا على جبل جرزيم، ولسه عندهم هيكل لحد دلوقتي اللي المرأة السامرية قالت في هذا الجبل أم في غيره ينبغي السجود. دول لا يؤمنوا إلا بأصفار موسى الخمس، مع ان موسى كتب اصفار موسى الخمسة، ولكن له ثلاثة قصيدة، ثلاث قصائد، منهم القصيدة اللي احنا بنقراها دي، وله كمان حاجتين مهمين جدا. له ترنيمة اسمها ترنيمة موسى، ما فاكرينها؟ سفر الخروج اصحاح 15، يبقى خروج 15 ترنيمة، ومزمور 90 في وسط المزامير، والنشيد اللي احنا بنقوله دلوقتي في تثنية 32. يبقى كم قصيدة كتبهم موسى؟ 3. عشان تعرف تحفظهم كده وما طولش عليك وما لخبطكش، تقول عليهم واحدة اسمها ترنيمة، وواحدة اسمه نشيد، وواحد اسمه مزمور، عشان تفرقهم من بعض. مش انا اللي بجيب الالفاظ دي، ده هو موسى اللي استخدم الالفاظ دي. فاحنا عندنا الترنيمة في خروج 15، افتح كده معايا خروج 15، بص عليه بس كده، مش هنقراها عشان الوقت، لكن نبص عليه. خروج 15 هنلاقي فيه كده اول اصحاح ترنيمة موسى، حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا ورنم للرب فانه قد تعظم الفرس وركاب الخيل. الترنيمة دي هي امتى اتقالت؟ اتقالت بعد عبور البحر، وعشان كده الكنيسة بتاخد الترنيمة دي زي ما هي،
ونقولها في الهوس الأول اللي بنصليه كل ليلة. كل ليلة بنقول الهوس الأول في ترنيمة موسى، واخد بالك؟ يبقى كان سببها عبور البحر، عشان كده موسى رنم. طيب، وبعدين عندنا مزمور 90. خش على سفر المزامير وافتح مزمور 90. لا 90 في الإنجيل مش 90 في الأجبية، اللي هو إحصاء أيامنا يا رب علمنا فنؤتى قلب الحكمة. احنا طبعا عشان بس التوحيد احنا ملتزمين بأرقام الكتاب مش بأرقام الأجبية اللي في إيديكم. في الأجبية اسمه مزمور 90 الساكن في ستري، لكن هتلاقيه في الإنجيل مزمور 91، ففي رقم بيفرق ما بين الأجبية والإنجيل. أوكي؟ طيب مزمور 90 بقى اللي هو بيقول يا رب. ما حد شايف العنوان ايه تحت كلمة مزمور 90؟ صلاة لموسى رجل الله. امتى قال موسى هذا المزمور؟ برافو عليك. في حادثة قادش برنيع اللي هي في سفر العدد اصحاح 13. ايه اللي حصل في سفر العدد اصحاح 13؟ لما موسى بعت جواسيس ورجعوا قالوا ده احنا شفناهم ناس عماليق، ده هتبقى وقعتنا مش فايتة لو حاربنا الناس دول. فالناس ابتدت تخاف وقرروا يعملوا تمرد على موسى ويرجعوا يوتيرن ويرجعوا لمصر ويعملوا زعيم جديد بدل موسى، ولا يثقوا لا في موسى ولا في إله موسى. اللي ساعتها بعد كده ربنا قال الجيل ده كله لازم يفنى. أم موسى ساعتها قال هذا النشيد، هذا المزمور اللي هو مزمور 90 اللي قال فيه الآية المشهورة إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب الحكمة، آية 12 في المزمور. أوكي؟ ده مزمور 90. المرة الثالثة اللي موسى قال فيها قصيدة شعرية كانت نشيد التحذير اللي احنا بندرسه. يبقى ثلاث مرات موسى قال قصائد، مرة كانت ترنيمة بعد عبور البحر اللي هي خروج 15، ومرة كان مزمور بعد حادثة قادش برنيع أو حادثة الإسخاط اللي قال فيها احنا أيامنا معدودة، ومرة كان نشيد التحذير اللي في سفر التثنية اصحاح 32 اللي احنا بندرسه دلوقتي. اوكي؟ طيب برضو نرجع نقول بقى الاقسام بتاعته. اول قسم، مين هو ربنا؟ هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عدل، اله امانه لا جور، جور يعني ظلم لا جور فيه. فضلكم لو انا بقرا وافترضت انكم حافظين فاهمين معنى الكلام وقفني وقول انا مش فاهم الكلمه دي معناها ايه، لان ربما افترض انكم عارفين وانتم مش عارفين، فمعلش ومحدش يزعل لو سأل ايه الكلمة دي معناها ايه. هو الصخر الكامل صنيعه، ربنا ده هو الصخر، عشان كده قلتكم هيستخدم هذا اللفظ الكامل صنيعه. كل حاجة بيعملها ربنا بيرفكت يا جماعة، ربنا ما بيعملش حاجة نص نص، محدش بيعمل طلصقة غير البني ادمين. مش عاوز اقول المصريين يعني عشان ما تزعلوش مني، بس المصريين غاويين على ايه؟ مشيها كده، مشيها بقى معلش، ما تبقاش يعني محزوق، ما تبقاش محزلف، ما تبقاش. لا، ربنا بيعمل كل حاجة بيرفكت. فاكرين لما بعت الملاك يصحي بطرس ليلة ما كان بطرس هيعدموه؟ فالملاك لكنه كده او في 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 جنبه، وبعدين بطرس قام فقال له يلا انا جاي انقذك. فبطرس قام يجي قال له استنى رايح فين؟ البس الروب بتاعك، ما يصحش نخرج بالقميص يا عم، احنا بنهرب، هو احنا رايحين نتفسح ولا رايحين فرح؟ ده احنا بنهرب. ده الواحد بيقول لك ينفد بايه؟ بجلده يعني، حتى لو واحد عريان مش مرقص جري عريان ليله القبض على المسيح. لا، بطرس البس قال له البس، وجي يمشي قال له استنى ايه تاني؟ قال له الجزمه، هنمشي من غير جزمه؟ البس الجزم. ده الكلام ده بالتفصيل كده في سفر الاعمال اصحاح 12، اعمال 12، شوفوا الملاك هو بينقذ بطرس. الكامل صنيعه، ربنا لما بيعمل حاجة ما بي ايه؟ ما بيفوتهاش، وبيبقى كل حاجة بيرفكت، كل حاجة بيرفكت. لا، مرقص بطرس ضرب بالسيف، مرقص جري عريان، كان شابا مؤتزرا بإزار، هو صغير وجري، مش صغير قوي، كان حوالي 14 سنة مثلا يعني، 14 سنة ده يعني يتجوز يعني، لا ما كانش من الرسل بس جري عريان، بس هو ذكرها في انجيله. ان جميع سبله عدل، كل سبل ربنا عدل، خلي بالكم ربنا ما بيظلمش حد. اله امانه، فاكرين بولس الرسول بيقول ان كنا
غير أمناء فهو يبقى إيه؟ أمينا، ولا يمكن أن ينكر نفسه، لا جور فيه. هو ده ربنا، عشان بس نعرف مين ربنا نتعامل معاه. لا جور فيه، عمر ربنا ما يظلم حد. صديق، صديق، صديق يعني إيه؟ يعني righteous، يعني بار وعادل، يحب ويقول الحق. كلمتين حلوين قوي في ربنا، الحب والحق. احنا ساعات طبعا بننقي زي اللي بيشتري قوطة، فعاوزين ربنا يبقى حنين بس ما يبقاش ايه؟ حقاني. ما يبقاش حقاني يعني يطبطب علينا ماشي، يستحملنا لما نغلط ماشي، انما لما يرزع بالقلم، طب ما انت اب ولا ام، ما احنا بنرزع بالقلم لعيالنا عشان نفوق، وهو لازم كمان يربي، ولا عاوزه بس يطبطب؟ لو قاعد يضرب بس زي اللي بيربوا تربية ناشفة، العيال هتفسد وتبعد. ولو قاعد يطبطب بس هيفسد، هيسبويل. يبقى لازم يضرب ويعمل ايه؟ ويطبطب، يضرب ويطبطب. صديق وعادل هو. بسألك سؤال، هو انت تعرف ربنا؟ عشان نبتدي القصة لازم تكون تعرف ربنا. عشان كده موسى ابتدى النشيد يقول مين هو ربنا بتاعنا اللي احنا ماشيين وراه. هو صخرة، هو بيرفكت في كل اعماله، هو بيحب الحب وبيحب العدل، ما عندوش ظلم، اله عادل. اوكي، طيب تعالوا بقى مع بعض بقى نشوف ايه اللي حصل. آية 5، احنا دلوقتي في القسم الثاني من النشيد اللي بيكلم على قصة ربنا مع مين؟ مع بني اسرائيل. بيقول لك ايه بقى؟ افسد له الذين ليسوا اولادهم، عيبهم جيل اعوج ملتوي. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم. اليس هو اباك ومقتنيك؟ هو عملك وانشاك. اذكر ايام القدم وتاملوا سنية دور فدور. اسال اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما للشعوب حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه يعقوب، حبل نصيبه. وجده في ارض قفرة وفي خلاء مستوحش خرب، احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه. تعالوا مع بعض ناخدها حتة. افسد له الذين ليسوا اولاده، عيبهم جيل اعوج ملتوي. يعني ايه افسد له؟ they have corrupted themselves، بوظوا نفسيهم، بوظوا نفسيهم. اللي عاملهم على انه اولاده وهم ما اعتبروش نفسهم ايه؟ ولاده. الذين ليسوا اولاده ده من وجهة نظرهم هم. لطخة عار، عيبهم دي في ترجمة تانية لطخة عار، يعني عملوا حاجات كده تعتبر يعني لطخة عار، وصمة عار. جيل اعوج ملتوي، جيل اعوج ملتوي. وبعدين موسى بيقول لهم الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم. يعني هل ربنا يستاهل منكم كده؟ اللي احنا كلمنا عليه ان هو الصخرة وان هو وان هو، تعملوا فيه كده في ربنا؟ يا شعبا غير حكيم، غبيا غير حكيم. مين ربنا ده؟ اليس هو اباك ومقتنيك؟ ده هو ابوك، وما قلتش كمان ابوك هو اللي لمك من الشوارع. مقتنيك دي يعني جابك منين؟ اتبناك. هو عملك وانشأك، هو اللي خلقك ولما بعدت عنه راح جابك. اذكر ايام القدم، تعالوا نجيب القصة من الاول. ما انا قلت لك النشيد هيكون فيه ايه؟ تاريخ ونبوة، اللي حصل واللي هيحصل. ايه اللي حصل في الايام؟ وتأملوا سنية دور فدور، يعني تأملوا السنين بتاعتي من جيل لجيل. اسأل اباك فيخبرك، روح اسأل ابوك. وشيوخك فيقولوا لك، اسأل الشيوخ بتاعك ايه اللي حصل في البحر الاحمر، اللي حصل في المن والسلوى، اللي حصل لما الدنيا باظت في الصحراء وطلبتم مية. حين قسم العلي للأمم، ده هيجيب القصة من أول بداية إيه؟ بداية الخليقة. حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل. إن قسم الرب هو شعبه يعقوب، حبل نصيبه، حبل نصيبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقولك إنه ربنا لما خلق الناس قسمهم زي ما قسم شعب بني اسرائيل. شعب بني اسرائيل متقسم لكم قسم؟
12. ال 12 زي بعض؟ لا، فيهم قسم بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع ربنا، اللي هو قسم ايه؟ اللاويين. فبيقول ان بنفس المنطق لما جه خلق البني ادمين، ها، زي ما خلق بتوع بني اسرائيل كانوا اقسام كتيره، واعتبر انه قسم بني اسرائيل على بعضه يعتبر بتاع مين؟ بتاع ربنا، وال11 الباقيين دول مش بتوعي. طبعا انا عارف انه ممكن تتقول لي يا رب عملت كده، هو حب اسرائيل، مش عاوز كلام، قال احببت اسرائيل ودلعهم دلعهم، وهم غزوه، ما هي القصه بنحكيها دلوقتي، بس عاوز يقول ان انتوا بتوعي. حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما. كلمه تخوم يعني ايه؟ حدود. كلمه تخوم يعني حدود، يعني حط مثلا المصريين حطهم في شمال افريقيا، حلو، الاوروبيين حطهم في اوروبا، الافريكان حطهم في جنوب افريقيا ووسط افريقيا، الاسيويين والبابليين حطهم في اسيا. جه بقى عند بني اسرائيل دول، قال لا، دول ايه؟ دول بتوعي. ان قسم الرب هو شعبه، يعني دول نصيبي، كان ربنا بيقول دول نصيبي. يعقوب حبل نصيبه. يعني ايه حبل نصيبه؟ تعرفين بتقروا في المزامير حبال التقسيم ايه؟ وقعت لي، الرب قال انت هو نصيبنا يا رب، وانت هو ميراثنا. زمان لما كانوا يقسموا الارض كانوا بيقسموها ازاي؟ بيجيبوا حبل ويرموه من حتة لحتة، يعني انا اقف كده بعيد، الحبل ده في اوله طوبة، وبعدين اوقف كده مثلا استاذ نقوله في الاخر، اقول له يلا القط مني بقى، فيلقط مني عشان نمد الحبل على استقامته. الارض دي بتاعتك والارض دي ايه؟ بتاعتي، واخد بالك؟ فكان اللي يرمي الحبل ده هم الشيوخ، لان هم فاهمين، عندهم حكمة وعندهم خبرة في رمي الحبل. فلو الحبل بقى الشيخ ده بدل ما يرمي الحبل كده، دي حدفت الناحية دي، النتيجة انه الارض دي هتقل والارض دي ايه؟ هتزيد. بس خلاص لازم الكلام ده يمشي بيه، وبعد كده يزبطوها بقى على استقامة. فربنا بيقول انه نايبي ونصيبي من البني ادمين هم مين؟ هم بني اسرائيل، ودول الحبل وقع بقى بتاعي، بقى بتاعي خلاص، والحبل محطوطة هما. وكان طبعا كان في وصايا في الكتاب قريناها كتير، لا تنقل الايه؟ التخم. يعني ما يجيش حد تاني يوم الصبح يوم يجي بالليل ويحرك الحديدة. ومكتوب من اللعنات اللي احنا قريناها، ملعون من ينقل تخم صاحبه، يعني يسرق ارض من بتاعه. فدي حتة كانت مرعية خالص. ادي كلمة يعقوب حبل نصيبه، حبل نصيبه يعني القسم بتاعه. وجده في ارض قفر. هو يعقوب ده لقى فين؟ فاكرين يعقوب لما هرب من لبان الاول، لما هرب من بيت ابوه، ها، وعدى الاردن، كان معدي الاردن ومعاه ايه؟ معهوش غير عصاي. لما رجع عشان يصالح اخوه عيسو كان معاه ايه؟ ده حط ثلاث دفعات من الهدايا علشان يرضي مين؟ عشان يرضي عيسو ويصالحه. وكان معاه كام زوجة؟ حاجة جميلة قوي، 2 ستات واتنين استبن، يعني حاجة جميلة قوي. وكام عيل؟ 12، وبنت أمورة اسمها دينا، وبقى مواشي وحمير وبغال وبقر وغنم وحاجة. ايه ده الهيلمان ده كله؟ يعقوب ده كان شحات، ها؟ وجده في أرض قفرة لما ظهر له ربنا في بيت إيل وهو رايح، وفي خلاء مستوحش خرب. كانت الدنيا فاضية وما كانش فيها، ده يعقوب ده ما لقاش غير حتة صخرة يحط عليها ايه؟ رأسه. ولما شاف السلم بالليل وقف، قال ما هذا الى بيت الله، وسماه بيت إيل، وجاب الصخرة دي وكب عليها زيت، وقال خلاص دي بقت هيكل. هيكل ايه وبتاع ده؟ انت ماشي في صحراء، ده انت مش لاقي حتى مخدة تسند بيها رأسك. هو ده يعقوب اللي بقى بني اسرائيل، ها. وفي خلاء مستوحش خرب احاط به ولاحظه. يعني ربنا خد باله من يعقوب ده وهو ماشي في الصحراء كده، وقال ده هيبقى امه عظيمه. مش عشانه، عشان كمان مين؟ ابوه، جده، ابوه اسحاق، وجده مين؟ ابراهيم، اللي ساب اهله وعشيرته. لو ان يعقوب ده عمل حاجات وحشه كتير قوي، بس ربنا حبه برضه. وصانه كحدقت عينه. صان يعقوب وولاده كأنه بيصون. تعرف طبعا يعني الواحد فينا ما يحبش حاجة تيجي جنب جسمه، مش كده ولا ايه؟ الواحد بيهرب من اي خطر، اي حريقة، اي حاجة هتجيب، الواحد بيحاول ينقذ جسمه. لكن
لو كان لابد ان حاجة تضربني فالمفروض انها ما تجيش ناحية ايه راسي، لانه لو جت في دراعي سهلة، لو جت في رجلي سهلة، انما جت في راسي صعبة. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ولو كان لابد تيجي في راسي يبقى ما تجيش فين؟ في عيني. ولو كان لابد تيجي في عيني يبقى ما تجيش فين؟ في حدقة عيني، البيوبل بتاع عيني، نن العين. عشان كده طبعا في القصايد وفي الحب يقول له نن عيني ويا مش عارف ايه ويا عينيا، واكتر حاجة بتتقال في الاغاني يا عينيا يا عينيا يا عينيا، لانه فعلا دي اكتر حاجة الواحد يخلي باله منها. فربنا بيقول انا صنت اسرائيل كأني بصون ايه؟ حدقة عيني. حدقة، خلي بالكم، عشان جه وقت من الاوقات واحنا عيال صغيرين كان يقول من يمسكم يمس ايه؟ حدقة عيني. وبعدين اما كبرنا قالك لا، انتوا فاهمينها غلط، ده ربنا بيقول ان لو حد اللي يحب يأذيكم كأنه بيجيب شوكة ويحطها في عينه، فمحدش بيعمل كده، اذا محدش يقدر عليكم. لا، هو بقى بعد ما قرينا الترجمة الانجليزي عرفنا انه من يمسكم يمس حدقة عينه، عينه دي ترجع على مين؟ ترجع على ربنا، مش ترجع على البني آدم. يعني لو حد مجنون هيجيب شوكة ويحطها في عينه هو حر، لكن مفيش حد مجنون او عاقل يقدر يحط شوكة في عين مين؟ في عين ربنا. فاللي بيلمسنا كأنه لمس مين؟ عين ربنا. وده موجود طبعا، احنا عندنا يعني اتنين شاهد مهمين قوي، مزمور 17 آية 8 على موضوع حدقة العين. افتح معايا مزمور 17 آية 8، سفر المزامير بعد سفر أيوب على طول. داود بيقول لي احفظ، بيقول له هو، بيقول ربنا احفظني مثل حدقة العين، بظل جناحيك استرني. شوفوا داود ده، أصل داود ده كان عنده جراءة على ربنا، يا رب خلي بالك مني زي ما بتخلي بالك منين؟ من حدقة عينك. ده بالنسبة لداود. انما كمان عندنا زكريا 2:8، سفر زكريا، سفر زكريا في الاخر خالص، ها زكريا ده بعد ما تخلصوا ارميا وحزقيال ودانيال وهوشع، لا قبل هوشع، هو طيب بعد هوشع ويوئيل، هو في الـ في الـ في الـ الانبياء الصغار بعد يونان، ايوه بعد حج، بعد حج وقبل ملاخي، قبل ملاخي. سفر زكريا 2:8، بص بقى بيقول ايه، لانه هكذا قال رب الجنود بعد المجد ارسلني الى الامم الذين سلبوكم، لان من يمسكم يمس حدقة عينه. تعالوا بقى نشوفها في الانجليزي للي معاكم، اللي معاه انجيل انجليزي بيقول ايه، for he who touches you touches the apple of his eye، والاتش بتاعت his جاية اتش ايه كابيتال، يبقى ترجع على مين؟ على ربنا. خلي بالكم اصل برضو في اللغة العبرية تقدر تعرف المفعول به ده الاول ولا التاني، هو فيه هنا اتنين مفعول به، عين ربنا ولا عين الشخص، لكن في الترجمة واضحة انها حدقة عين ربنا. عشان بس نرجع للمعنى الجميل بتاع الآية، وصانه كحدقة عينه. طيب آية 11، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه، هكذا الرب وحده اقتاده، اقتاد إسرائيل، وليس معه إله أجنبي، أركبه على المرتفعات فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من سوان الصخر وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد بشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. ايه ده بقى كله ده؟ هنا بقى معرفش تفتكروا ولا لا، صورة من أروع الصور اللي ذكرت في الكتاب المقدس، النسر. ايه حكاية النسر؟ النسر اول حاجة العش بتاع النسر عمره ما بيبقى في الحتة المنخفضة، لكن بيبقى فين؟ في الجبال عالي فوق. يعني واحد من الناس ليه تجربة احب احكيها لكم، يعني
انه جنب دير امبابولا في جبال عالية جدا، وكنا نروح دير امبابولا واحنا شباب في ثانوي ولا حاجة وفي كلية. فمرة مرات كده قعدت في الدير شهر، فيعني بقى خرجت في الصحراء واستمتعت، وكنت رايح يوميها اذاكر وما ذاكرتش، يعني ما فتحتش كتاب، لاني استمتعت بالجمال اكتر من المذاكره، وان كان ربنا ردها لي ان جبت تقدير حلو جدا بالرغم من اني ما ذاكرتش، ودي بركه الدير وبركه ابونا فانوس في دير امبابول. لكن انا فاكر كان في جبل عالي، فطقت في دماغي مره ان انا اطلع الايه الجبل، كان الجو حلو والحراره مش عاليه، وقلت انا ورايا ايه، افضل طالع لحد ما اشوف المنظر كده من فوق هيبقى الدير تحت شكله ايه، واقعد فوق كده، ويمكن لما اطلع فوق اشوف البحر الاحمر، لانه فعلا الدير لما تطلع فوق تشوف البحر. وقد كان خدت لي حاجه مثلا بتاعه 4 ساعات طالع بعملش حاجه ان اطلع فوق، الى ان شرفت ان انا اصل على قمه الجبل، وهنا لقيت نسر جاي ملوش حل. بقى لأول مرة أحس إن ممكن النسر ده يعني يعلقني من قميصي كده وينزل بيا كأني صرصار، لأنه فعلا لما بيفرد جناحه يظهر إن أنا قربت من عش الإيه؟ من عش بتاعه، وهو فاكر إن أنا جاي أهاجم أولاده، فجاي يدافع عن أولاده. ما أحكيلكوش بقى، ال4 ساعات دول نزلتهم في أقل من 5 دقايق، ما تقوليش إزاي. طبعا الجري نص الجدعانة هنا، والجراءة يعني ملهاش حل، لانه فعلا بيجري ورايا، بيجري ورايا عاوز يخطفني، عاوز يشني، وصوته بقى والمنقار دوت يعني اللي انا شايفه وهو بيهاجمني حاجة، يعني ما زلت اتخيل هذا المنظر يعني بعد اكتر يمكن من القصة دي بقى لها اكتر من حوالي 25 38 سنة يمكن ولا حاجة، وما عايز افكر المنظر بتاعه. فهنا بقى ربنا بيقول كما يحرك النس عشه، النسر ما بيحطش العش بتاعه غير فوق، بيخلف عيال، الاول بيبيض وبعدين زي اي طائر، وبعدين العيال دي بيحصل لها ايه، بتفقس وتكبر، تفضل في العش. لو فضلت العيال في العش هتفضل طول عمرها ايه، خايبة. عارفين يعمل ايه النسر؟ يهز العش على الارتفاع القوي ده، لما يهز العش ويميله الخرفان، الفراخ الصغير او الفراخ الصغير الفرخان او الفراخ يعني بتعمل ايه ساعتها؟ بتقع على الارتفاع ده، فلما تقع تضطر تعمل ايه؟ تفرد جناحاتها، الهواء بيفرد جناحاتها، فتبتدي هي تحرك الجناحات، فيحصل تدريب للايه؟ للمصل بتاعة الجناح. بس لان الارتفاع عالي فممكن الفراخ الصغيرة دي الكتاكيت الصغيرة دي يحصل لها انها تقع ايه؟ على جدور رقبتها. فالنسر اللي حرك العش يجري 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 ويطير، لان هو قوي، ويطير تحتيها، بحيث انه لو شاف انه ابنه انهارت قوته يقوم لقطه ويشيله على منكبيه، يشيله على الحتة دي ويطلع بيه تاني فين؟ في العش، ويقول له كده خلاص قدر ولطف، نقعد يومين ثلاثة، بعد يومين ثلاثة يعمل ايه؟ يهز العش تاني. ما هو عاوز ابنه يبقى كبير، اصل لو الوقت فضل في العش ايه اللي هيحصل؟ عمره ما هيتعلم طيران. يبقى مفيش حل غير يتعلم طيران بالايه؟ بالعافية. بس العافية فيها حنية ولا ما فيهاش؟ فيها، لانه بيجري اسرع من ابنه ويلقطه قبل ما يقع ويطلع بيه تاني. منظر رائع ودرس للي عاوزين يربوا. الى كل ام تعتقد ان ابنها يفضل في حضنها، الى كل اب يعتقد ان بنته حبيبته هتفضل في حضنه، لازم تهز العش، ولازم تخلي عيالك more mature، maturity costs a lot، عشان تبقى mature لازم تستحمل هزة ابوك، واوعى تشك انه هيعمل ايه، هيشيلك قبل ما تقع. خرج بره العش مش هيفضلوا في العش، هيطيروا من العيش. كنت فضلت انت في حضن امك، كنت فضلت انت في حضن ابوك، ما احنا طرنا بالع. بس في فرق انك تطير وتعق، وفي فرق انك تطير وانت ايه، عارفين الحركة دي مرتين ثلاثة تلاقي الكتكوت الصغير ده بقى نسر حلو، وهو نفسه اللي ايه اللي يطير ويقول لبابا باي باي، وبابا يقول له مع امنياتي الطيبة، روح يا ابني شوف حياتك، روح يا ابني شوف عش جديد تعمله،
مع نسرة حلوة تتجوزها وتخلف صبيان وبنات وتنتهي الحلقة هابي اند. لكن هنروح معاه هننط معاه، مفيش نط يا حبيب، سيب النسر. ربنا عاوز يقول انه بني اسرائيل كانوا جوه ارض مصر وكانوا مطمنين، كانوا مطمنين، لكن ربنا قال لا، هم صحيح مطمنين وكانوا بياكلوا اكلهم بالذل والمهانه من فرعون ومن الصياد بتاعت فرعون، بس انا هعمل ايه؟ هحرك العيش. روح يا موسى خرج الشعب. موسى راح قالوا له ايه اللي جايبك يا عم؟ حد قال لك ان احنا اشتكينا؟ قال لهم ده ربنا بيقول قد سمعت أنين شعبي ونزلت لأخلصهم، ده أنا سامع أنينهم. فقالوا له أنت جيت تبوظ الدنيا، فاكرين في الضربات لو تحبوا يعني ترجعوا لها بعد كده، أنت جيت تبوظ الدنيا، أنت جئتما هنا لتنتنا رائحتنا أمام فرعون، ده بيكلموا موسى وهارون، أنتوا جيتوا تنتنوا ريحتنا، كنا ناس بناكل وبنشرب وعايشين في مصر أحسن دولة في الدنيا، بس أنتوا عبيد. ده أنا جاي أقول اطلق شعب ليعبدوني، ده ربنا عنده أرض موعد، أرض تفيض لبنا وعسلا. لا إحنا راضين بمصر، لا النسر لازم يحرك إيه عشه، وده له تمن، له تمن، بس عمري ما سبتكم تقعوا على جذور رأسكم. أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمه. نقرأها، كما يحرك النسر عشه. أديك فهمتها دلوقتي أظن، يعني إيه من أجمل الصور بقولك في الإنجيل، واللي يمكن حتى يعني ما كناش نعرفها في الطبيعة، ما شفناهاش في عالم الحيوان، ما حدش قالها لنا يعني. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، يقعد يرف كده عشان يزقهم، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، لما تقع وما تعرفش تكمل يحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده. اقتاد مين؟ بني اسرائيل، وليس معه اله اجنبي، ما كانش فيه اله تاني غير ربنا. اركبه على مرتفعات الارض فاكل، اركبه على مرتفعات الارض. تحس ان هم في رحلة الاربعين سنة دول ما كانوش بيمشوا على رجليهم، كانوا طايرين، لانهم عدوا على اهوال. اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء وهو في الصحراء، ولما وصل ارض الموعد بقى أرضعه عسلا من حجر. على فكرة في فلسطين النحل بيعشش بين الصخور فيطلع العسل من الايه؟ من الصخر. أرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر. شجر الزيتون في فلسطين بيطلع من أرض صخرية زي أرض أمريكا هنا. الواحد بيستغرب لما يشوف أرض أمريكا إزاي إنها كلها صخور ولكن بتطلع شجر اروع من كده ما فيش، بالرغم من ان ارضنا احنا تعتبر يعني ارض طينيه. وزبده بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد بشان وتيوس. اولاد بشان اللي هم يعني بشان دي حته كلها شجر حلو، مع دسم لب الحنطه. عارفين دسم لب الحنطه يعني ايه؟ امبارح كنت بشتري عيش من كينجز، وبعدين لقيت ان العيش ده غالي جدا، فانا ما عرفتش ليه رغيف عيش $5 ليه، يعني رغيف ما يجيش بدولار ونص. فلما قريت عليه طلع ان هو قال من the heart of the wheat. the heart of wheat ان من جوه الايه، اتاري الدقيق ده في دقيق نمرة واحد، دقيق نمرة اتنين، دقيق نمرة اتنين. فاحسن دقيق هو الدقيق اللي جاي منين؟ من اللب. هي دي دسم لب الحنطة. وفعلا لما يعني الرغيف الغالي ثمنه فيه، مش عشان هو غالي يبقى تبذير، لا، لانه معمول من دسم لب الحنطة اللي بيكون فيها اكتر كمية بروتين واكتر كمية تغذية. ودم العنب، العنب اللي زي الدم بالظبط، في عنب كده بتشوف عنب قاني، هو ده اللي بيطلع في فلسطين ولبنان. شربته خمرا، هو ده عمل ربنا. هنقف عند كده ونشوف ايه اللي حصل بقى القسم الثالث لما ربنا هيأدب شعب بني إسرائيل الأسبوع الجاي إن شاء الله. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. في حد عنده أي سؤال؟ آخر أسبوع الأسبوع الجاي إن شاء الله نتقابل معاكم الأسبوع الجاي في آخر حلقة في سفر التثنية، يا رب نقدر نخلص، وإن كان هتبقى كمية كبيرة لكن معلش. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي إن شاء الله.
طوبى للرحمة على المساكين، فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين، ويحل بروح قدسه فيهم أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك العظيم، ليأتي علينا ملكوتك إلى أبد الأبدين آمين. بسم الله والابن والروح القدس واحد آمين. يا رب نصلي إليك يا رب من أجل شعبك، من أجل يا رب الضحايا بتوع مدينة بوسطن النهاردة تكون معاهم وتقويهم، وأهالي الضحايا يا رب تقف معاهم وتديهم سلامك. نصلي أيضا يا رب من أجل إخواتنا في مصر تديهم الأمان والطمأنين. نصلي يا رب من أجل شعبك اللي بيقدم توبة في الصيام تقبل توبته، وكل واحد بعيد عنك تقربه منك، كل واحد الدنيا واخدها أنت تفتقده. نصلي يا رب من أجل شعبك الواقف يرفع قلبه دلوقتي تكون معاه وتحافظ عليه، بركة ست العذراء، بركة مريم مرقس، بركة القديس موسى النبي. اقبلنا إليك مرة تاني، أنت إله الحب والحق، أنت إله العدل، أنت يا رب اللي بتفتقد شعبك في كل مكان، أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. سامحني يا رب على كل ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، باركنا بكل بركة روحية، واسمعنا ضمن نصرخ لي قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. والآن محبة الله الآب القادر على كل شيء، نعمة ابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موت روح القدس تكون معكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم لحد اللحظة.